بنت بلادي زينة 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 والله زينة عشان دي سيناوي عشان رجعوا دي مرسى مطروح مرسى مطروح بس الغالب يعني مشي على السيناوي والله بقولوا لي مرسى مطروح حلو كتير جدا ودينا عليك عندنا هناك حاجة حاضر رجعنا تاني للحلقة البدوي احنا تراثنا شفتوا تراثنا دي حلوه قوي في حق البدوي في مصر والوطن العربي غني جدا ومليان حاجات كتيره قوي احنا ما بنستعملهاش في اللبس وفي الاكل وفي كل حاجه ننسى شويه بقى اللازانيا والكالزوني والفتوتشيني احنا شويه بقى نحاول نفكر في حاجات جديده وحاجات طعمها حلو واحنا جيت طبعا نرجع للاصول بقى رجعنا يا بنت الاصول معانا النهارده اميره القبيله يرفع علي قضيه العجارمه هي ابنه العجارمه ايش العجارمه العجارمه اوكي انا بقول لك بدي اعمل اليوم شيء قديم كتير كتير يعني من سنه 2000 حاولي تروح على 2000 بعدين الميكان اوكي راح اعمل شيء هو بين حلو هو اكثر انه حلو يعني اوكي شيء اسمه لزقيات انا عماله اقول لهم ارجعوا للتراث تيجي تقول لهم لزجيات هاي التراث كله هذا كله جاي لزانيا عندهم اتفضل خوتي علينا صح لا والله علينا ما احنا واحد عشان تودينا على مصر تروح حاله اميره القبيله اتفضلي هتعملي لنا ايه هعمل لزجيات 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 هذا يعني طبخ بدوي اصيل 100% يعني ايام بيوت الشعر كانوا يعملوه هو عباره عن نوع من انواع الحلو كانوا يعملوها الصبح الناس عشان الست تطعم جوزها وينطلق على الشغل وهي تفضل حالها ومش حاطه عين روحها لازم جوزها اللي يطعم لازم حلها. لازم هو الزلمه الاساس يلا قولي عشان الزلمه في البيت ما طعمش خد الحظ طعمه صغير ما كده يعني اهم وقت بالليل هلا هي عباره عن ايش عباره عن طحين دقيق جاوا انت قولي وانا ترجمي وما يعني عجينه كيف البانكيك تقريبا نفس البانكيك بس هذا ايش بدوي صار اسمه رزقيات يعني فرق في الحضارات اوكي عباره عن قلت لك دقيق رشه بيكنج باودر رشه عصفر او كركم صغار اوكي وهذا بس العجينه هيك خلصناها مع مي ماشي دول ما نرجع بيهم دول هلا هدول الوجه هدول التزيين هنرجع له شفتي كل شيء سهل سنعود بدي معلقه بس قوي قوي بصي انت قولي لي بقى وانا ساعدك بقى اوكي اعطيني معلقه اميره القبيله تقف هنا وانا ايه حلوه بنت القبيله عليكي هتبقى لها حروف امشي معاكي شوكه سيبوه الاميره يلا حبيبتي اوكي بصي من الناحيه دي حاجه في هنا معلقه صدقي واحنا مستخبيه ايوه هتاخدي الحاجه دي لا 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 يروي ايوه تمام حبيبتي لو حطينا مثلا احنا كاستين طحين اقول لك ما نحطهم كلهم لانه احتمال انه كتير حرام ممكن اختلاف الثقافات ان انتم ما تعجبكم مثلا لا هتعجبنا ان اي حاجه منك تعجب يا وي الله يسلمك انت من الاردن تعرف هتعجبنا ملك عبد الله طخي حبيبي طخي حبيبنا طخي يعني نعمل كده نعمل كده طويل عمري طول صار على مين يا عديل ان شاء الله هلا حطينا شويه عصفر او كركم ايش بتقولوا له بعرفش يعني عصفر او كركم يعني شيء بس يعطي لون دهتي عصفر ده هذا ايش اسمه عصفر شفتي اللي الليمون على الليمون المعصفر احنا ايش الليمون ليش بتحطوا على الليمون بنخلل الليمون بنحشيه بالعصفر ده قولي والله والله هنعمل لكم حلقه عن المخلل الزبون هلا اصلا هلا انت عارفه هلا عندنا بالاردن يعني بلاد الشام كلها هلا موسم المقدوس بتعمل مقدوس صح البتنجان وقلب جوز ايوه ده بيبقى لا البتنجان وبيحشوه بعين الجمل بيبقى فظيع حلو قوي اسمه جوز بنحكي له جوز قلت لك بنحشيه جوز وبنحشيه فلفل حار اللي هو الشطه عرفتي وبنخلي له بس بنكبسه مش بالماي بنكبسه بزيت الزيتون الله عرفتي عشان يبقى مقبوس ايوه وهلا موسم الزيت زيتون الشهر الجاي اسامي غريبه كله مبني للمجهول طب انت شايف عندك ماشي. فكره عن المطبخ الاردني لا مش قوي بصراحه مش قوي هتاخد كورس من اميره القبيله بعد ما اخلص بقى هلا قولنا بيت شعري كده وانت واقفه عندك لا والله مش حافظه شعر بغني لك بغني لك يلا غني لنا بقى وانت بتعملي سمي كده وغني وانا اي حاجه العبله عبلة مين؟ عبلة كامل؟ عبلة وقيس لقيس وليلى عبلة وقيس عبلة وعنتر عبلة وعنتر لقيس وليلى أشهر وقصص حب وخلاص العامرية بطل في حب هي العشرة الثانية العامرية
العامرية. هلا شوفي احنا بدنا اياها هيك تكون لذيذه. هلا احنا حاطين المقلى على الغاز وكلي معنا بوكيك زي البنك زي البنك. هم اخذوه من عند العجامي اصلا هم حرام عليك. آه. بعد كده سجلوا حقوق الطبق محفوظه. والطبق لا وسهل انك كمان بتضربيه على ايدي بسرعه. احنا عندنا كل شيء سهل حبيبتي. طبعا اللي فكرتينه حي الله هي مخلوقه. لا لا علي بعمل لك جو. انت متواضعه بطريقه تخلق. هلا ازعل منك خلقت بالتواضع اليوم صرت اثنين زعلانين من هون. اقول لك خلينا نحط شويه زيت بقلب المقلى عشان ما ايش اوكي عشان ما تلزق معانا لازقيات. يعني هي جاي الاسم جاي منين؟ زي عصبيات عشان ما لزقها كده. ما انتش قلتي كده عشان هنلزقها. انا عايزه اقول لكل فتيات القاهره وضواحيها والاسكندريه اللي برضو فاتكم ان انتوا تتجوزوا حد من الاردن. من الاردن البرنس بيشيل الليله كلها بقى بجد والله. روحي وهو ايه بس البنت كده اهلا وسهلا تفضلي. طبعا انا مش قلت يا بنتي اصحك تحبي اصحك اياكي احنا ما عندناش شيء. بيجي الزلمه بخطبك. ايوه بعمل لك حفله الخطبه وبعمل لك العرس وهو بجهز الشقه بجهز كل حاجه وبعطيك فلوس تشتري ملابس انتوا السجاجيد والشيك وال ولا شيء ما لناش دخل ولا شيء ولا شيء. يعني هي بتخش بنفسها طبعا احلى حاجه بتمسع السفاره هتلاقي واقف الطوابير قدام سفاره الاردن اريد عريسه اردنيه. وهي بتعمل ايه بقى؟ بتخش بتعمل له اللزق ده ولا اللزقيات وخلاص. يعني ولا عروسه بتعمل ايه ولا بتعمل شيء بتفوت تتجوز خالص. ايوه بس ده ممكن يكون العرف ماشي في البدو كده ولا في الاردن مثلا؟ لا لا بالاردن كلها كلها. انت قلتي انتوا كام نسمه؟ احنا يعني العشيرتين ولا الاردن كلها على العشيره ولا لا لا هيتجوز كم واحده من لا احنا بالاردن هلا 9 مليون صرنا كثرنا. 9 على 90 فيها كام؟ 9 نص 90 اشوف هيكفونا ولا ايه؟ لا ده 10 9 ضرب 10 على طول. انا هشوف جوزي كده لو في اي اصول اردنيه هنتحاسب. لا عن جد انت خدتها. يعني انا متهيألي بس هذا النظام عندكم انتم مصر. لا احنا ما عندناش النظام ده خالص. لا النظام ان العروس لازم تشترك مع العريس وتجهيز البيت ويجيبوا شعر بعض. لا بس خلي بالك احنا في مصر عندنا في كل مدينه او في كل محافظه المواضيع مختلفة. لا بس ما عندناش ولا حد العريس بيشيل اللي لا ما فيش عشان العروسه لازم تخش باي حاجه اي حاجه يعني اي حاجه رمزيه حتى يعني احنا بس اهلي مثلا بنقطوكي قبل ما تطلع من بيتهم بس للقوت. انا بشوف في الفرح بقى يقعدوا يلبسوها ذهب كده طول ما انا قاعده يلبسوكي ذهب بالظبط بس اما غير هيك ما يعني. طب انت اللزجيات بتاعتك دي بتستني بقى تبقى لونها ايه ذهبي كده عشان تبقى ابارك زي طريقه البانكيك تقريبا. طب والبيض بس حتى البيض انت بتحطي البيت في ايه؟ ما في بيت هذا سنه عرفتي؟ بس انا محتاجه تعلي النار شويه ولا انت تمام؟ لا ما هي لازم تكون النار واطيه عشان انت مش دقيق. لا عشان وقت البرنامج بس عشان دقيق يستوي بس لسه بدنا نعمل رشوف كمان هتعملي ايه بالظبط مش فكرني بس الحلقه دي مفكراني قوي بمسلسل شغل رحله المليون. التاني اسمه ايه؟ رشوك؟ ولك رشوف رشوف لا رشوف كده على الاسماء تبعتنا. لا لا كل الحضاره تبعتنا عصبيه. لا ما عجبتش خالص يعني انت قلت تريقت يعني. لا ما عجبتش عندنا في سينا والواحات والكلام ده الاكل اسمه كده ايش اسمه رشوف ده اللي انت قلت عليه ده كان اسمه ايه شويه ازاي زبر ولا ايه اللي هنا كان فيه طبعا هنا الضرب بتاع شوم كملي احنا عندنا برضه في سينا الالفاظ دي يعني او الاسامي دي عادي. ما احنا بس نعمل واحده اعملي واحده مبدئيا بس تحب عليها بدها تاخد وقت هلا الرشوف انت هتحطي عليها بقى حاجه. طب قولي لنا الرشوف دوت عباره عن ايه؟ الرشوف اقول لك عباره عن ايش؟ عباره عن طبخه برضه من التراث عملتها قبل امبارح طبعا انا بالبيت ما حدا رضى ياكل منها من الاولاد. لا والله ما بحبوش الاطباق التراثيه. اوكي عملت بتنعمل يا برز مسلوق يا لما تورينا هو هنا الحاجات بتاعت رز لا هلا بنجيبه اوكي اوكي اوكي. طب انت هتحطي على ده سمنه ولا هتعملي ايه؟ خلاص خلصت اوكي سمنه والمكسرات بس ده دسم. هي لطيفه ان هي بصي يعني سمبل يعني ما فيش حاجات كتير يعني لا ما مش ساينس يعني بس بتحط شويه بس ممكن نشيل البوله دي سمنه عشان شكله بيض ما اعرفش ليه ما هو عشان كده انا بقول لك البيت هيتحط ايه؟ دي اكله خفيفه طبعا هي خفيفه؟ طب لا السمنه دسمه
وده جوز هند؟ لا هذا سكر. سكر حلوه دي على فكره. هي احنا بنعمل حاجه كده بس مش فاكره اسمها ايه. حطي سكر احنا كده. مامتك عايزه تاكلي تقلب لك اي حاجه عشان لا مش كده. لا كانوا بيعملوا العيش بالسمنه والسكر. هلا عيش مكسرات. والله حلوه شكلها جميل. يعني جوزك باكلها الصبح واطلع وما يفتحش بقه بقى الغدا. ما يفتح بقه خلاص عشان الطعم. ما خدت تطعيم الصبح. لا مغذيه انت بتدور ده كلها ما شاء الله. شايفه مغذيه صح كده. ايه بقى دي؟ لزجيات. لزجيات اوكي. مين لزجيات؟ ورينا بقى اللزجيات دي. جميله جميله. اه ممكن بس تجيب لنا شوكه اللي انا والشيف اسماعيل. اه ممكن نجيب لك شوكه. اتفضلي يا استاذه شوكه كمان. سيبوا لي لزجيات عشان لزجيات. ميرسي اتفضلي يا شيف. ايه بقى طمنوني. حاضر حالا. ها حلوه بايه طعم جميله. لا حلوه قوي يا امون. خفيفه كمان يعني برغم السمنه مش تقيله. مش دسمه صح. لا لا حلوه قوي جميله. طيب صح وعافيه. عرفنا من اميره القبيله. ايوه اللزجيات. ايوه اهم معلومه في الطبخه دي. ايوه بالنسبه لنا ان الراجل الاردني بيشيل الليل. لا انا طلعت مسخره من الرجاله من الاردن. انا ليا بنات اخوات كتير على وش جواز. صفرية. انا ما عنديش بنات على الاردن على السفاره. ايوه فيزا مننا ولا لا؟ مش عارف. هنيجي بالبحر. بالبحر ايوه غير شرعيه. طيب الثانيه اسمها ايه بقى قلتي لي؟ رشوف. رشوف. طب احنا خلصنا اللزجيات. ايوه برافو. وهنخش على الرشوف بعد الفاصل. استنونا وهنرشف مع بعض. نرشف طويله. احلى حاجه والله. احلى حاجه صح.